وللوقوف أكثر على الأوضاع في اليونان ينضم إلينا من أثينا الصحفي عبد الستار بركات. أستاذ بركات، في البداية كيف تبدو الأوضاع في مخيم إيدوميني في ظل استمرار إغلاق طريق البلقان؟ نعم، الوضع سيء ومحزن للغاية، وكما رأيت في التقرير أكثر من 14 ألف لاجئ يعيشون تحت الأمطار، وبسبب سوء الأحوال الجوية اليومين الأخيرين الخيام التي يجلسون فيها أصبحت وسط المياه، وحتى لا تستطيع هذه الخيام مقاومة مياه الأمطار، وأصبحت في برك من الطين. بالرغم من اليأس وفقدان الأمل الذي يهيمن على هؤلاء اللاجئين، إلا أن الآلاف منهم مصرون على البقاء بجوار الحدود والتي تم الإعلان أنها أغلقت ولن يتم السماح لأي لاجئ عبورها. عموما بالرغم من هذا اليأس، فإن نحو 600 فقط أخذوا قرار ترك الحدود والعودة إلى مراكز اللجوء القريبة من هناك. المؤسسات الاجتماعية والصحية تتحدث عن وضع صعب للغاية، فبعد النقص في الطعام هناك ربما يكون هناك أمراض وحالات صحية صعبة. نعم، أمام هذا الوضع أستاذ بركات، ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليونانية للتعاطي مع الأوضاع، خاصة أنها أو وعدت بالحصول على مساعدات مالية سخية من المفوضية الأوروبية؟ أعتقد أن اليونان لا ترى أن الأموال أو المساعدات فقط المالية هي تساعد على مواجهة هذه الأزمة. الأمر يحتاج إلى تضامن أوروبي وأن يتم تقاسم أعباء هذه الأزمة. عموما السلطات اليونانية تحاول جاهدة السيطرة على الوضع بإقامة المزيد من مراكز اللجوء، ومنعت الحافلات من العاصمة أثينا التوجه إلى الحدود الشمالية بسبب إغلاق الحدود. أيضا هي تشجع المؤسسات الاجتماعية والخيرية في مساعدة اللاجئين. اليوم أمرت بنقل المئات من ميناء بريوس غرب أثينا، أكبر ميناء بحري في أثينا، نقلتهم إلى مراكز اللجوء في وسط اليونان حتى لا يكون هناك زحام في مراكز أثينا. إذن يبدو أنه قد انقطع الاتصال بالأستاذ عبد الستار بركات. ألمانيا الإيجابي في هذا الأمر، وخصوصا تصريحات المستشارة ميركل التي انتقدت فيها إغلاق ما يعرف بطريق البلقان. نعم، شكرا لك صحفي عبد الستار بركات، كنت معنا من أثينا.